السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي من قناة مدونات الأسرار. اليوم فيديو جديد وتوقعات مباريات يوم الاثنين 10 إبريل 2023. راح قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وأيضا الاشتراك بقنوات التوقعات، الروابط موجودة في صندوق الوصف. في عندنا اليوم عدة مباريات في عدة دوريات، راح نختار أفضل المباريات ونعطي أفضل النصائح. في عندنا مباراة بين برشلونة وجيرونا، المباراة هذه تعتبر يعني زي كديربي بين الفريقين، ديربي كاتالونيا. يعني برشلونة بحاجة إلى الفوز حتى يعني يوسع الفارق أكثر وأكثر مع ريال مدريد، يصبح الفارق 15 نقطة مع ريال مدريد، مجموع أكثر من 3 لهذه المباراة. نختار مباراة أخرى، في عنا الدوري التركي مباراتين نحاول نطلع عليهم ونختار أفضل نصيحة لهذه المباراتين. في عمران سبور وكايسر سبور، عمران سبور يحاول انه يعني يتفادى الهبوط هذا الموسم، وهو بحاجة يعني لكل نقطة في المباريات المتبقية. مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة. نطلع سريعا على مباراة فنربخشي و كاراغوكو. مجموع أكثر من 3 لهذه المباراة. في عنا الدوري السويسري، عدة مباريات نحاول نعطي نصائح لهذه المباريات. في يونغ بويز وزيوريخ، مجموع أكثر من 3 لهذه المباراة. أيضا لوغانو وسانت جالين، له مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة. في أيضا عودة اللي هو أو بداية الدوري النرويجي، الدوري النرويجي يعني أغلبه في أهداف. نحاول سريعا نعطي مباراة أو مباراتين. Thank you.
في روزنبورغ وفايكنج. مجموع أكثر من 2.5. أيضا هذه المباراة مجموع أكثر من 3 لهذه المباراة. وهيك بنكتفي بهذا القدر من المباريات لهذا اليوم. لا تنسى الاشتراك بالقناة، وأيضا لما تلعب العب بشكل فردي على هذه المباريات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يفضل لما بدك تلعب الطيارة يكون عندك النت سريع. راح نجرب أرقام صغيرة. يعني الطيارة حاول انك ما تطمع فيها ابدا. يعني اتوقع طالما انه مشى فيها يعني بشكل كبير، اتوقع هذه المرة انه حتنفجر بسرعة. لكن انا ضغطت على السريع لانه هي كانت حتنفجر نظرا لانها مشت كتير. نجرب امامكم كم جولة فقط، ما راح نكتر. دائما انا في الطيارة ما بدي العب يعني ما بطمع فيها كتير. لكن هي في هذه المنصة كتير يعني بتقلط الاثنين. لكن يعني انت حاول يعني اضرب واهرب في هذه اللعبة، ويعني لا تكون مدمن على الألعاب. أنا ما وضعت، يعني أضع في هذه الجولة، حتكون آخر جولة. خلونا نشوف لوين راح توصل. يعني أنت زي ما أنتوا شايفين، وكتير مرات يعني بتلاقيها بتصل لإكسات كتير، X3 X4، لكن انت ما تطمع في هذه اللعبة. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وأيضا الاشتراك بقنوات التليجرام. الروابط موجودة في صندوق الوصف.